في جائزة من واحد الدوله على خيل وجهام وارساق وعدها على عدل وعلى تقوى ودين. في شرق وشام غرب وجنوب موحدين 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 حتى الحدود المملكة والعدل في الدار استقام صرنا خوان اعوان للدولة كما الحصن الحصين لما الشتاء بعزم واصرار وتكاتف واحترام حرب رموز الجهل واهل الشرك والمتربصين خلف ملوك العدل وملوك وابو محمد خادم البيت الحرام على الجارة فزعة المبهود لا برى العوين اللي رفع شان البل وشان أهلها والحظ قام دب الجوايز عسى ياما على الدنيا سنين عضيدها اللي نظرته عليا وأقواته بسام ولي عهد المملكة من الجمح نوك المرجفين محمد الجود مرفوع المقام ما بين ابن حذلين ومعزي وله بالعمتي وصاحب الرؤية وتطوير البلد وبشكل عام المملكة صارت تنافس واسمها مع الأولين والاقتصاد العالمي يشهد بتحقيق المرض ولا علينا من كلام الحاسدين الحاقدين بالعطايا الواحد المعبود خلق لنا اللي مكانتها تقدرها الرجال الغانمين التنافس بين أهل الأدوات يحدث كل عام جميع من شارك بجائزة المؤسس فايزين ساقو
اللي على